اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم استجب فيه دعاءنا، استجب فيها دعاءنا، اقضي فيها حوائجنا يا رب العالمين. ارزقنا في هذه الليلة راحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وحسن المآل. لا تخيب لنا رجاء، لا ترد لنا دعاء، لا تشمت بنا الأعداء. اشفنا ربنا من كل داء. اللهم في هذه الليلة اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في هذه الليلة، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزق تبسطه، وضر تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم في ليلة النصف من شعبان صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صل على سيدنا رسول الله في الأولين، وصل على سيدنا رسول الله في الآخرين، وصل على سيدنا رسول الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين.